5 number 5 رشيدي سلوك. رقم 6 number 6 اسماعيل جامبو. رقم 7 number 7 نصور يعقوب. رقم 8 number 8 ستيفانو مابوندا. رقم 9 number 9 سعود سعود. رقم 11 number 11 good luck كاما. ورقم 12 number 12 ديريك كاميانا. مدرب منتخب تنزانيا the coach for Tanzania is جاروف جوما. تشكيل منتخب غانا the black sharks of Ghana. The captain رقم 10 number 10 ريتشارد أوساي. رقم 1 number 1 روبرت يانيتو. رقم 2 number 2 جوزيف أوليسي. رقم 3 number 3 بريشيس توربو. رقم 6 number 6 ألفريد تورسو. رقم 7 number 7 بول أرثور. رقم 8 number 8 يوجين ديبي. رقم 9 number 9 وايز نياماتي. رقم 11 number 11 ألكسندر أتشي. ورقم 12 number 12 دانييل كوتا. The coach for Ghana, مدرب غانا دانييل كوتي. سيداتي سادة برقم الحقوق لشهر سماع النشيد الوطني لتنزانيا. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Tanzania. حكام مباراة اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي اون تايم سبورتس، اهلا بكم ومنافسه رياضيه جديده وبث مباشر جديد تصحبكم في شاشتكم اون تايم سبورتس. وكاس الامم الافريقيه المقامه في مصر في احدى الشواطئ الجميله في مدينه الغردقه والمجموعه الاولى ومباراه غانا وتنزانيا. مجموعة منتخب مصر اللي نجح بالفعل في التأهل بصحبة المنتخب المغربي الشقيق، واللي هتقام بينهم مباراة النهاردة في حسابات نفس المجموعة، مباراة الصدارة. فريقين اللي قدامنا في هذا اللقاء، فريق منتخب غانا وفريق منتخب تنزانيا، الاثنين خسروا في اللقاء السابق. يا ترى النهاردة هيعملوا ايه الاثنين في مباراتهم مع بعض؟ منتخب غانا في مباراته الاولى خسر من منتخب مصر بنتيجة 6-3، منتخب تنزانيا في مباراته الأولى الافتتاحية خسر أمام المنتخب المغربي الشقيق بنتيجة 4-3. للكرة الشاطئية حسابات أخرى وطريقة لعب أخرى، احنا بنتعرف على رياضة جديدة. صحيح ان هي كرة قدم، ولكن ليها شكل تاني، ليها طريقة تانية، ليها لعب تاني. والنهاردة بنشوف المدرسة الإفريقية، وطبعا البطولة دي بتؤهل لكأس العالم اللي هتقام إن شاء الله في سيشل، كأس العالم للكرة الشاطئية. ثواني على الانطلاق مشاهدينا الكرام. زي ما قلت لحضراتكم، هي مباراة تحصيل حاصل ما بين المنتخب الغاني والمنتخب التنزاني. الاثنين زي ما قلت لحضراتكم كانت بدايتهم صعبة في هذه البطولة. طبعا منتخب تنزانيا في لقائه الثاني كانت خسارة أمام المنتخب المصري المتألق ما شاء الله. نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم الوصول لأبعد مدى، ولما لا الحصول على الكأس في هذه النسخة اللي بتقام للمرة الثانية في مصر أم الدنيا. دانييل كوتي ده الكوتش بتاع منتخب غانا، ومنتخب غانا كمان كان اتغلب من منتخب المغرب في لقائه الثاني بنتيجة 5-2. إذن هي مباراة لتحديد المركز الثالث، مباراة شرفية للفريقين نتمناها جميلة. والكرة الشاطئية دايما بيكون فيها لمسة وفيها لعبة حلوة، لأن الكرة الشاطئية زي ما قلت لحضراتكم طريقة لعبها مختلفة، ما فيهاش جري كتير، دايما بتعتمد على اللياقة والرشاقة والليونة زي تسجل هدف من أقصر طريق. ثواني وتنطلق المباراة. النهاردة فريق تنزانيا ديريك كانيانا حارس مرمى، إسماعيل جامبو مدافع، وجاردوف جوما وجودلك جاما. خلينا نشوف ضربة البداية. شوف هنا على طول تتشط، على طول تتشط المنتخب الغاني ولعبة البداية. روبرت كواكو في حراسة مرمى منتخب غانا، جوزيف أونيسي وبريسيوس كواك وايز نياماندي رقم 9 اللي هيصلح اللعبة الأولى عشان تتشط باتجاه المرمى. ضربة البداية والمنتخب الغاني والتسديدة الأولى، ولكن إلى خارج الملعب، تعود للحارس، حارس منتخب تنزانيا، لكن الكرة اصطدمت، التسديدة الأولى اصطدمت وخرجت ركنية سريعة لمنتخب غانا، وتسديدة بعيدة ولكن إلى خارج الملعب من روبرت رقم 3 بريسيوس كواك المدافع اللي كان في اللعبة. منتخب المصري فوز في مباراتين، فوز في المباراة الأولى أمام المنتخب الغاني، وفوز في المباراة الثانية أمام منتخب تنزانيا. الكرة بتعود في كرة القدم الشاطئية من اللاعب للحارس بدون مشكلة، يمسك عكس كرة القدم. هذه لعبة باكوردز ولكن إلى خارج الملعب. الوقت هو الوقت الفعلي للمباراة، ساعة تتوقف مع كل لعبة. المنتخب الغاني والهدف الأول لمنتخب البلاك ستارز. 1-0 عن طريق وايز نيامادي المهاجم يفتتح التسجيل لمنتخب البلاك ستارز. لعبة سريعة. نيامادي والهدف الأول
البلاك ستارز ببطن القدم حلوة، كرة بتتحرك بشكل مختلف، الرمل بيدي للكرة حركية مختلفة، على اللاعب انه يكون عنده ليونة ورشاقة في انهاء اللعبة. اغلب الاهداف في كرة القدم الشاطئية اهداف جميلة زي ما حضراتكم شايفين، تسديدة بعيدة، وكرة القدم الشاطئية دايما اقول عليها للحريفة. خلينا نشوف منتخب غانا متقدم على تنزانيا 1-0، لسه ما شفناش حاجة من منتخب تنزانيا في المباراة. تعود للحارس، من أهم صفات الحارس في كرة القدم الشاطئية أنه يجيد التسديد، يجيد التسديد البعيد، وطبعا طبعا زي الخماسي، يعني زي كرة القدم الخماسي الحارس هو لاعب من ضمن الفريق. لمنتخب غانا محاولة لكرة على الطاير، تنزانيا تعود بالكرة للحارس علي جوما، دبل كيك، تصطدم الكرة وتخرج إلى ركنية للمنتخب التنزاني. عالية وبعيدة إلى خارج الملعب، تعود لمنتخب غانا مرة أخرى بتماس، تنفذ رميات التماس بالإيد وبالقدم لسرعة اللعب وسهولته. كرة بتصل مرة أخرى للمنتخب الغاني، شوف الصراع البدني دايما موجود. طويلة من الحارس الغاني لكن تعود مرة أخرى لمنتخب تنزانيا. ترقب، انتظار، الضغط، بعيدة الكرة وتعود للمنتخب الغاني. كرة بعيدة إلى خارج الملعب، تدخل واحتفاظ بالكرة، واللاعب سعود رقم 9 في فريق تنزانيا مهاجم، مركزه مهاجم، ولو ان الحركة بتكون من كل اللعيبة في كل ارجاء الملعب. لعبة ثابتة للمنتخب التنزاني، يرفع الكرة للمنتخب الغاني عفوا، يرفع الكرة الكسندر. شوف اجواء الملعب واجواء مدينة الغردقة، اجواء جميلة في مصر في هذه البطولة. الكسندر، والكسندر يشوط، والهدف الثاني حلوة 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 لمنتخب غانا، الكسندر جول تاني للبلاك ستارز، جول تاني للبلاك ستارز في مجموعة مصر والمغرب وغانا وتنزانيا. غانا تقترب من الثالث بكرة مباشرة باتجاه المرمى، حلوة حلوة الكرة وما يقدرش يعمل لها أي حاجة كان يانا حارس مرمى المنتخب التنزاني. من على الخط يبعد الكرة المدافع الغاني بعد تصدي كان في عدم توفيق من حارس مرمى منتخب غانا. كرة نسبيا سهلة لكن غيرت اتجاهها في الأرض وتعود مرة أخرى لحارس منتخب تنزانيا. من بعيد لعبة قوية باتجاه المرمى، حاول يلمسها جاما المهاجم، باتجاه ألكسندر حاول يرفع الكرة ويلعبها باتجاه المرمى لكن إلى المنتخب التنزاني مرة أخرى. بدلاء منتخب غانا في المشهد،
منتخب غانا شارك في 2015 و2016 ولم يتمكن من الوصول للنهائيات من 2016 آخر مشاركة لي. وفي المشاركات في النهائيات فشل في تجاوز دور المجموعات قبل كده، وبرضو فشل في هذه النسخة. كانوا بيلعبوا كوتيفوار في التصفيات. ألكسندر أوبا، جول للمنتخب الغاني مخطوفة وفي الشبكة. الهدف الثالث، هدف الثالث، أول جول لحارس المرمى. روبرت كواكو نيادي تزور الحارس. قلت لحضراتكم انه من مميزات حارس المرمى اجادة التسديد. هوب، حمل واحدة حلوة قوي، خدها على ركبته مرتين وتسديدة. في ظل الحديث عن المنتخب الغاني اللي لم يتجاوز دور المجموعات، يأتي الحارس ويسجل الهدف الثالث، روبرت كواكو. من الحارس وتعود للحارس مرة أخرى ثم إلى حارس مرمى منتخب غانا. نقلت من المنتخب الغاني ومحاولة لاسترجاع الكرة من منتخب تنزانيا. دبل كيك باتجاه المرمى، لكن منها تسديدة ومنها عرضية من أوباسي. كرة رايحة باتجاه المرمى لكن الحارس روبرت كواكو ثم من حارس تنزانيا إلى خارج الملعب. أشعر بأنه منتخب تنزانيا كان في المباراة الأولى متحمس جدا أمام المنتخب المغربي، كانت مباراة فيها ندية كبيرة. المنتخب الغاني دبل كيك آخر ولكن إلى خارج الملعب، كسبان منتخب غانا 3-0. لكن في كرة القدم الشاطئية العودة في النتيجة أمر لربما يكون أسهل شوية من كرة القدم المعتادة بالنسبة لنا كجمهور مصري وعربي. احنا دايما الأعين بتتجه ل كرة القدم المعتادة، بينما المسابقات الجديدة والمسابقات المختلفة في كرة القدم لا تحظى بنفس الشعبية. النهاردة بنتابع عبر اون تايم سبورتس بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مدينة الغردقة، والأجواء جميلة والشكل جميل في ساحة الملعب على الشاطئ الجميل. يا عيني على التسديدة، حلوة الكرة، شكلها حلو من بعيد، ومن المهارات الجميلة في كرة القدم الشاطئية التصويب البعيد. حسام باولو عندنا في المنتخب المصري المتألق، ربنا يوفقك يا حسام، انت وزمايلك في منتخبنا اللي تأهل بالفعل عن هذه المجموعة اللي بتقام فيها مباراة الجولة الثالثة. وحتى الآن منتخب غانا متقدم على منتخب تنزانيا بأريحية كاملة، يعني أشعر منتخب تنزانيا بيلعب كرة قدم عادية، ولكرة القدم الشاطئية شروطها زي ما حضراتكم شايفين. منتخب غانا بيوصل للمرمى بطرق مختلفة. الحارس تقدم كواكو لكن الكرة ملعوبة على الأرض، وبالتالي وصلت لرقم 3 في منتخب غانا توريجو، ومن توريجو تسديدة مرة أخرى والحارس التنزاني يبعدها إلى خارج الملعب.
تسديدة قوية من الجانب الأيمن، لكن ديريك كانيانا حارس المرمى يبعدها بشكل جميل، أبعدها كويس جدا حارس المرمى لمنتخب تنزانيا، تعود لمنتخب غانا. لعبة باتجاه رقم ثلاثة في منتخب غانا بريسيوس كواك، لكن مقطوعة لمنتخب تنزانيا مرة أخرى. ستيوارت يحاول يشوط من بعيد ولكن إلى خارج الملعب. الوقت الفعلي من الشوط الأول متبقي منه 3 دقائق. مباراة 3 أشواط مشاهدينا الكرام. كرة صعبة على حارس المنتخب الغاني، كان في تدخل من ستيوارت لانضم لتشكيل تنزانيا وتدخل، لكن الحكم بيشير باستمرار اللعب. تحضير من المنتخب الغاني والبحث عن تسديد، ولكن بتعود لمنتخب تنزانيا. بيلعب على الأرض المنتخب التنزاني، وبالتالي كل كراته مقطوعة حتى الآن. كل اللعبات على الأرض، تمريرات على الأرض في أرضية ملعب مثل هذه، زي ما حضراتكم شايفين الكرة بتتحرك، صعبة جدا على الرمال، وبالتالي محتاج يعلي الكرة شوية المنتخب التنزاني عشان يقدر إنه يهاجم على منتخب غانا. وجه القدم في كرة القدم الشاطئية واللعبات اللي بتعتمد على الليونة والمهارة هما السلاح الفعال. قوية باتجاه المرمى لكن إلى خارج الملعب. 3 أشواط. الوقت الفعلي للشوط 12 دقيقة. وتنزانيا في الفترة الأولى متأخرة ب3 أهداف وحالة من السرحان. البطولة مشاهدينا الكرام مجموعتين، المجموعة الأولى زي ما حكينا واتكلمنا عن مجموعة المنتخب المصري، مصر المغرب غانا تنزانيا، والمنتخب الغاني أمام المرمى دبل كيك جول بعيد. حلو حلوة 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 حلوة. 4-0 الغانا. ريتشارد مارتي ريتشارد مارتي أوساي. حلوة حلوة، شكلها حلو ولعبة جميلة. لو مع منتخب غانا الأول في كرة القدم يعني يكون جول تاريخي، لكن في كرة القدم الشاطئية الأمر معتاد، بل وفي أهداف أحلى من كده. منتخب تنزانيا ومحاولات اللعب على الأرض، خطأ على بيلعب كرة رجالي، بيلعب كرة عادية، بيلعب كرة في ملعب كبير منتخب تنزانيا حتى الآن. يعني الكتف بتاع اللعبة اللي فاتت في كرة خماسي في ملعب 11-11 الملعب الكبير، إنما في كرة القدم الشاطئية الأمور لها شكل آخر، وخصوصا النهاردة في مباراة غانا منتخب تنزانيا، كأنه بعد الخسارتين أمام المنتخب المغربي والمنتخب المصري خلاص فقد تركيزه، وده واضح في الفترة الأولى اللي متبقي منها حوالي 30 ثانية. ريتشارد حارس المرمى، روبرت كواكو مسجل هدف جميل، وريتشارد مسجل هدف جميل. منتخب غانا وأداء جيد في الفترة الأولى. كنت بتكلم مع حضراتكم على البطولة ونظامها، إنه البطولة من مجموعتين يتأهل الأول والثاني. لاعب من منتخب غانا على الأرض، لكن ألفريد كوامي سليم. المجموعة الثانية بتضم موزمبيق، موريتانيا، والسنغال وملاوي، ولسه الخيوط متشابكة في المجموعة الثانية. الصدارة لموزمبيق 4 نقاط، ثم يأتي منتخب موريتانيا 3 نقاط، ثم منتخب السنغال المفروض أنه هو حامل اللقب
بثلاث نقاط، ثم منتخب ملاوي بلا نقاط في المركز الأخير. لسه فرصة للتأهل في المجموعة الثانية، بينما المجموعة الأولى حسمت. تسديدة بعيدة حلوة من حارس المرمى، يجيد التسديد حارس المرمى روبرت كواكو، لكن ديريك كانيانا يبعد الكرة حارس مرمى منتخب تنزانيا. انتهت الفترة الأولى، تقدم غاني 4-0 على المنتخب التنزاني في مباراة المجموعة الأولى للجولة الثالثة. Give it up for our elite dancers! And stand by, period two of this Group A fixture, Tanzania versus Ghana, will kick off shortly. Ghana, 4 goals in the lead, right here, at the CAF Beach Soccer Africa Cup of Nations, Egypt 2024. نستعد للانطلاق الفترة الثانية. غانا متقدم برباعية كاملة في الفترة الأولى على منتخب تنزانيا. جول، حطها جول، عملت باندا أمام الحارس ودخلت في المرمى. منتخب تنزانيا يسجل في أول لعبة من تسديدة اتغير اتجاهها وهي رايحة قدام الحارس زي ما حضراتكم شايفين. جاروف جوما، هل يرد عليه منتخب غانا بواحدة زيها؟ خلينا نشوف. ألكسندر هو اللي هيلعبها لأوساي، وأوساي يشوت واحدة ولكن إلى خارج الملعب، تبدلت النتيجة. في بداية الفترة الثانية منتخب تنزانيا من جاروف جوما حاول يستعيد التركيز، وتسديدة جديدة برضو إلى خارج الملعب للمنتخب التنزاني، حاول يستعيد تركيزه بعد فترة أولى كانت صعبة، فترة أولى لم يظهر فيها حتى بتسديدة.
إلا واحدة خطيرة كانت لكن تم إبعادها. حاولة لمنتخب تنزانيا. رجل عايز يلعب واحدة طويلة. جاروف اللي لسه مسجل الهدف لكن حارس منتخب غانا بقدم وسجل هدف وسجل هدف تاني لكن عدت الكرة كانت شكلها رايح في الجول ولكن خرجت إلى خارج الملعب. هدف وحيد سجله حارس المنتخب الغاني لكن شكله هيسجل جول كمان. منتخب تنزانيا بدأ يرفع الكرة عن الأرض ونشاط أكتر في بداية الفترة الثانية من منتخب تنزانيا. حكم في مباراة اليوم الكابتن هاني فاروق. كابتن هاني فاروق العراقي حكم مصري. كابتن هاني فاروق حكمنا في هذا اللقاء. الحضور في فترة الظهيرة في مدينة الغردقة لمتابعة البطولة. الأجواء جميلة والجو حلو. الجو حلو حتى في فترة الظهيرة الساعة 12 يعني على البحر لكن تواجد وحضور والأجواء جميلة. ودي الكابتن هاني بيتابع سقوط اللاعب. ركنية المنتخب غانا تنزانيا في موقف دفاعي ومحاولات لإبعاد الكرة. الحارس روبرت كواكو كرة إلى خارج الملعب. رمي التماس قد تجدها عزيزي المتابع رمي التماس وضرب التماس بالقدم أو بالإيد. مرور وإبعاد للكرة جامبو رقم 6. منتخب تنزانيا يشارك للمرة الثالثة في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية وبرضو بدون تجاوز لدور المجموعات في المرة السابقة. منتخب غانا محاولة لمنتخب تنزانيا لكن روبرت كواكو ومن الحارس للحارس تعود لمنتخب تنزانيا مرة أخرى. حلوة اللعبة لكن في شبكة صغيرة. الكرة إلى خارج الملعب. أسرع شوية الشوط الثاني ما بين الفريقين أو تحديدا أقوى بدنيا على المستوى البدني في اندفاع كبير من الفريقين على كل لعبة. منتخب مصر مشوار مميز في المنافسات القارية للكرة الشاطئية وتسديد المنتخب غانا وهدف جديد. شوف زعلان ازاي حارس مرمى منتخب تنزانيا. وايز نيامادي يسجل من جديد. حلو بباطن القدم دي على طريقة أندري أيو في لاعب من منتخب تنزانيا على الأرض. 5-1 للمنتخب الغاني. منتخب مصر مشوار مميز في المنافسات القارية والإقليمية كمان لأنه رغم أنه لم يفز بكأس أمم إفريقيا البطولة اللي احنا فيها لكن لسه غايب عن الخزنة المصرية في كرة القدم الشاطئية بينما بطل كأس العرب 2023 ووصيف لبطل
كأس أمم إفريقيا الشاطئية 22، بطل في بطولة الدار البيضاء هناك في المغرب العربي الشقيق، والمركز الثالث في كأس أمم إفريقيا في نسخة 2016 و2018 وقبل كده كان 2011 و2006، والمركز الرابع في كأس القارات كمان لكرة القدم الشاطئية. الحديث هنا عن المنتخب المصري، إن شاء الله نتمنى له التوفيق وتكون البطولة من نصيبه، البطولة اللي تأهل فيها بالفعل عن المجموعة الأولى. وفي انتظار تسديدة من منتخب تنزانيا من جاروف تخبط في الحائط، 5-1 نتيجة مريحة لمنتخب غانا. صحيح الاثنين خرجوا ولكن انتصار في نهاية المنافسات لربما يكون نواة يبني عليها واحد من الفريقين اللي أمامنا في الملعب فيما هو قادم. حلوة الكرة المنتخب غانا لكن إلى خارج الملعب. ديريك كانيانا باتجاه المرمى، روبرت يبعدها، تعود للمنتخب الغاني مرة أخرى. نتمنى التوفيق للمنتخب المصري ومباراته مع المنتخب المغربي اللي إن شاء الله هنتابعها على أون تايم سبورتس. في كرنفال الغردقة الحقيقة، والحارس بيعدي في لعبة خطيرة، حارس منتخب تنزانيا والله اوبا خبر ابيض في العرض. سمعت صوت العرض عزيزي المشاهد؟ مش ممكن، قوية جدا التسديدة. لكن برضو انا ما زلت مصمم، مش عارف حضراتكم تتفقوا معايا ولا لا، انه منتخب تنزانيا مايل اكتر لكرة القدم العادية بعيدا عن قواعد، او يعني قواعد طبعا موجودة عند الفريق لكن بعيدا عن طريقة اللعب وأنماط اللعب في كرة القدم الشاطئية. يعني رفعة الكرة دي قليلة، تجد المنتخب التنزاني بيلعب على الأرض وطبعا التمرير صعب جدا على الرمل. أدي بدلاء منتخب تنزانيا، علي جوما حارس مرمى، ستيوارت وسالم رشيدي مدافع، وياكوب ناصر وستيفانو مابوندا. كرنفال وأجواء جميلة في إحدى الشواطئ الجميلة والمدن اللي ليها رصيد عند كل المصريين الحقيقة، مدينة الغردقة، وذكريات مع كل الشعب المصري. منتخب غانا رايح يسجل جول كمان، جول السادس لمنتخب غانا. ألفريد كوامي، إنما الحارس يتصدى إليه. ديريك كانيانا محاولة للتسديد البعيد لكن سهلة، تعود مرة أخرى لمنتخب تنزانيا. تمريرات أرضية للمنتخب التنزاني وبالتالي بيخسر الكورة وبيخسر التحضير اللي المفروض يكون أقصر الطرق للوصول للمرمى، إنما منتخب تنزانيا زي ما حضراتكم شايفين شوف هنا منتخب غانا حركية أكتر، تسديدة باتجاه المرمى، لكن منتخب غانا بيوصل أكتر. نتيجة أمام حضراتكم 5-1. هنا منتخب تنزانيا محاولة للتسديد لكن عودة دفاعية من منتخب غانا، ثم الكرة إلى حارس المرمى روبرت كواكو. حلوة الكرة، ضربة رأسية لكن تمر إلى خارج الملعب.
هنا الرأسية من لاعب منتخب غانا، فكرتها حلوة. تدخل قوي وصفارة من حكم اللقاء الكابتن هاني فاروق حكمنا المصري في هذه البطولة. الخطأ للمنتخب التنزاني و باتجاه المرمى مباشرة، فرصة إضافة هدف ثاني. لاعب رقم 8 ستيفانو مابوندا، حلوة ستيفانو مابوندا، حلوة جول. ستة اتنين، ستة اتنين ل في الملعب، ستة اتنين في الملعب، شاشة الملعب بتقول ستة اتنين. محاولة لمنتخب غانا لكن سيطر المنتخب غانا النتيجة بعيد. تعود الكرة مرة تاني ل خبر ابيض، كرة تخبط في الرمل وتغير اتجاهها، من الحاجات اللي بتضيف اثاره للمباريات حركه الكوره وتغير اتجاهها وتعامل اللاعبين مع هذا الموقف. يا عيني على التسديده، يا نهار ابيض، من رقم 5 في منتخب تنزانيا سالم رشيدي. تعامل مع حركه الكوره على الرمل، تعامل ب وجه القدم والأصابع، أصابع القدم زي ما حضراتكم شايفين في التمرير. ومسابقة دولية، مسابقة كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم، وليها متابعين، متابعين من كل الفئات العمرية ومحبين ومنتخبات قوية، وعندنا المنتخب المصري إن شاء الله ربنا يوفقه في هذه البطولة ويحصد هذا اللقب. وهدف للمنتخب الغاني من متابعة، من متابعة، من متابعة. ألكسندر مرة أخرى، ألكسندر يسجل في شاشة الملعب النتيجة 7-2، في شاشة لوحة النتيجة، النتيجة 6-2. من جديد منتخب تنزانيا. لعبة جديدة للمنتخب التنزاني، شاروف ولكن بره جاروف. فرق المهارات للمنتخب الغني، مهارات طريقة اللعب. ثمان منتخبات في هذه البطولة، والجولة الثالثة والأخيرة خلاص بعد تأهل المنتخب المصري والمنتخب المغربي عن المجموعة الأولى، والجولة الثالثة لها أهمية في المجموعة الثانية، في المجموعة الثانية. لكن خلص في المجموعة الأولى مجموعتنا النهاردة، واللي فيها مباراة هذا التوقيت اللي فيها خطأ دلوقتي على منتخب تنزانيا أمام المنتخب الغاني، خلاص حسمت هذه المجموعة لمصلحة المنتخب المصري والمنتخب المغربي. 2-6 نقاط وهيلتقوا النهاردة إن شاء الله. ومنتخب موزمبيق ومنتخب موريتانيا والسنغال وملاوي لازال الأمر لم يحسم بعد في المجموعة الثانية. 4 نقاط منتخب موزمبيق، منتخب موريتانيا 3، منتخب السنغال 3، منتخب ملاوي بلا رصيد من النقاط.
فاول بتسدد من مكانها مباشرة أمام المرمى زي ما حضراتكم شفتم في أغلب اللعبات بدون حائط، مفيش حد يظبط الحيطة، على طول تسديدة ولكن حارس المرمى التنزاني وإبعاد للكرة. صلحوا النتيجة هم هو في 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 شاشة الملعب. ترجع الكرة مرة تاني لمنتخب غانا ولكن بتعدي، تعامل معاها بشكل ذكي مهاجم المنتخب الغاني في اللعبة اللي فاتت ألكسندر، لكن الكرة مرت بعيدة قوي الكرة اللي فاتت دي. النسخة السادسة من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية في مدينة الغردقة الجميلة في الشاطئ المصري الجميل. أي شاطئ، كل الشواطئ المصرية جميل، كل شاطئ جماله الخاص وذكرياته الخاصة مع الشعب المصري ومع الزوار، السادة الزوار اللي دايما مرحب بيهم في أم الدنيا. الفترة الثانية على وشك الانتهاء، منتخب غانا متقدم تقدم مريح، منتخب تنزانيا النهاردة ممشيها جوارديولا ستايل، فبالتالي مش ماشية اللعبة معاهم حتى الآن. منتخب غانا من جديد لكن إبعاد من دفاع تنزانيا، حارس منتخب غانا تسديدة مرة أخرى، الحارس روبرت كواكو عنده هدف في الست أهداف اللي سجلهم المنتخب الغاني وهدف جميل. مرة أخرى تسديد لمنتخب تنزانيا لكن بتعود مرة أخرى للمنتخب الغاني تحت ضغط. يا عيني عليك، حلو، حلوة 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 لمنتخب غانا، لف الراجل بالمدافع ألكسندر يسجل مرة أخرى من جديد على طريقة أسامو أديان، ده لف لفة يا نهار أبيض، لف الراجل وحط على طول، حط على طول بأصابع القدم في المرمى. خلاص نمرة ستة مش شايف الكور، محجوب عنه الرؤية، وبالتالي هدف جديد لمنتخب غانا 7-2 7-2. 26 أحد السادة المشاهدين لسه بينضم إلينا يقول منتخب غانا قوي جدا جدا، منتخب مصر عمل معاه إيه؟ أقول له 6-3 للمنتخب المصري، مباراة كانت افتتاحية في الجولة الأولى ونجح المنتخب المصري إنه يفوز على منتخب غانا في المباراة 6-3. منتخب تنزانيا مقطوعة، تعود مرة أخرى لكن حارس المرمى وتسديدة. يا عيني يا عيني عليك، ده أسامو جيان بجد ولا إيه؟ ألكسندر تاني، ألكسندر تاني من الوضع طائرا، سوبر هاتريك ألكسندر من جديد من الوضع طائرا المرة دي ويسجل ويسجل. طبعا الكرة الشاطئية عزيزي المشاهد ما فيش تسلل، يعني ما فيش حائط بشري في الفاولات، دي ضربة بداية يعني موضعية، فبالتالي عادي بيحاول يقفل المنتخب الغاني على التسديدات، لكن تسديدات والتصويب راس مال هذه اللعبة. بقول لحضراتكم منتخب تنزانيا بيلعب على الأرض، يعني بيمشي الكرة على الأرض. انتهت الفترة الثانية والتفوق لمنتخب غانا بأريحية كاملة على منتخب تنزانيا 8-2. راجل ألكسندر جايب 4 تجوال، رقم 11، يتقمص شخصية المهاجم الغاني لكرة القدم في الفريق الأول أسامو جيان. لافف الراجل فكرني بأسامو جيان، لكن منتخب غانا طبعا تاريخ كبير في كرة القدم وفي كرة القدم الشاطئية بيحاول أنه يجد نفسه. أجواء الحضور على شاطئ الغردقة في متابعة لبطولة جميلة، بطولة فيها منافسة وفيها ندية كبيرة. صحيح المجموعة دي خلاص حسمها المنتخب المصري، لكن براحته يحسم زي ما هو عايز. بعض الأكتيفيتيز الجميلة في ملعب المباراة نتابع.
Congratulations, Mr. Blue. You walk away with an official cap, a Puma cap. Enjoy it. Congratulations, hard luck, boys. دي أول لعبة في الفترة الثانية اللي سجل بيها المنتخب التنزاني. منتخب تنزانيا مشاركة ثالثة في نهائيات كأس أمم إفريقيا. وأول مشاركة ليه كانت في نسخة 2018 اللي كانت عندنا في مصر. واحتل المركز الأخير في المجموعة الثانية. وتحسنت النتائج بعض الشيء يعني خلال المشاركة في 2021. وأنهى في المركز الثالث في دور المجموعات ضمن المجموعة يعني طلع مركز. هل بقى النهاردة كان هيطلع ولكن لو طلع مركز كمان كان ياخد مكان منتخب المغرب. هي المباراة القوية اللي كانت ما بينهم ما بين منتخب المغرب ومنتخب تنزانيا وحسمها المنتخب المغربي ونجح أن يفوز على منتخب تنزانيا في اللقاء الأول 4-3. عشان كده منتخب تنزانيا النهاردة يمكن عارف أنه حظوظه انتهت في البطولة فبيلعب يعني تركيز أقل شوية من اللقاءات السابقة. كان عنده لقاء قوي زي ما قلت لحضراتكم أمام المنتخب المغربي في البداية وبعد كده اصطدم بالمنتخب المصري. طبعا الشاطئ في مباريات مصر بيكون أمر مختلف تماما تماما تماما. وإن شاء الله هنستمتع النهاردة بمباراة المنتخب المصري أمام المنتخب المغربي في أجواء جميلة، أجواء محبة، أجواء راحة وسلام وجو جميل النهاردة في مدينة الغردقة. فترة التالتة خلاص على وشك البداية. شوف الجمال، شوف مصر أم الدنيا عزيزي المشاهد، أم الدنيا ما فيش كلام، أم الدنيا ما فيش كلام. شاطئ مدينة الغردقة الجميل والأجواء الجميلة والمنظر الجميل، المنظر الجميل، صمت في هذا الموقف وفي حرم الجمال جمال، في حرم الجمال جمال والله. مصر أم الدنيا يا جماعة. شاطئ مدينة الغردقة الفترة الثالثة خلاص على وشك البداية. وتفوق المنتخب الغاني تفوق مريح جدا. منافسة رياضية جديدة ومختلفة عزيزي المشاهد. ويعني أنا شخصيا أحب أتفرج على كرة القدم في مختلف الأوجه، في كرة القدم الشطرية، كرة القدم للسيدات، هذه البطولات اللي فيها كرة القدم تلعب بشكل مختلف بطريقة مختلفة بعناصر ومناطق قوة ونقاط للقوة مختلفة، وبالتالي بتديك شكل مختلف من لعبة احنا متعودين عليها بنفس الشكل دايما بنفس الطريقة بالحماس بالقوة. ولكن في كرة القدم الشاطئية انت بتشوف المهارة والتكنيك اكتر من اللعبات اللي على الارض. يعني منتخب تنزانيا النهاردة في موقف انه بيلعب الكرة على الارض بيمرر على الارض كتير، فبالتالي منتخب غانا كسبه 8-2. ده في عرفنا احنا كمحترفين لكرة القدم للرجال اللي احنا بنتابعها بمنتهى الشغف. ده يعني ايه فرقة ما تحطش كرة على الارض فتخسر؟ كرة القدم الشاطئية هي ليها احكامها وليها اساسياتها وليها طريقة لعبها، ليها في قدم اللاعب مناطق تستخدم. شوف الباكورد ده اهو، باكورد غريب اهو، ولكن برضو بتنفذ لعبات مختلفة ومواطن القوة في هذه اللعبة مختلفة. وعبر اون تايم سبورتس احنا دايما نشوف بطولات ونتابع كل الأوجه لكرة القدم. مهم عزيزي المشاهد انك تطلع. شوف هنا الكرة غيرت اتجاهها في الأرض، تعامل معها اللاعب بطريقة مختلفة. الاثنين من المنتخب التنزاني لاعب رقم 5 في اللعبة وألكسندر رقم 5 سالم رشيدي. شوف تغير اتجاه الكرة، سالم رشيدي غير اتجاه جسمه و ألكسندر غير اتجاه جسمه. زي ما قلت لحضراتكم وزي ما تابعنا وزي ما شفنا كل اللعبات انه الخطأ بتنفذ. الرجل بيرفع الكرة زي شوف تكنيك مختلف برضو، طريقة تسديد مختلفة. سالم رشيدي رفع الكرة عن الأرض شوية عشان يشوط. يبدو ان هناك خطأ آخر لمنتخب غانا. مدرب المنتخب الغاني واعتراض رايح الكابتن هاني فاروق وطاقم التحكيم عشان يشوف ايه الحكاية. بريسيوس كواك المدافع رقم 3 يبدو انه كان في خطأ من مابوندا.
والحكمة المساعدة بتقول إن هيكون في إنذار تحذير من حكم المساعدة. وصلت الكرة مرة أخرى للمنتخب الغاني تحت ضغط قوي من منتخب تنزانيا. الكرة بتبعد إبعاد مرة أخرى والكرة إلى خارج الملعب من جديد. ركنية لمنتخب تنزانيا. تمرير على الأرض، تمرير على الأرض أمر صعب جدا جدا في طريقة لعب منتخب تنزانيا. أنه الراجل بيغير الكرة. شوف هنا تمريرة ممكن انها تشكل خطوره لو دقيقه، لكن تمرير على الارض تكون صعبه جدا. نتمنى التوفيق النهارده لمنتخبنا المصري لكره القدم الشاطئيه في مواجهه على صداره المجموعه امام شقيقه المغربي روبرت. والكوره لمنتخب غانا، لعبه حلوه، جول 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 للمنتخب الغاني من جديد. وايز نعمادي ضربة رأسية وهاتريك. وايز نعمادي سوبر هاتريك لألكسندر رقم 11. اثنين لعيبة مسجلين 7 أهداف من أصل 9 للمنتخب الغاني. اثنين حكام مصريين، كابتن هاني فاروق، كابتن هاني فاروق وكابتن أحمد محمد نوفل. اثنين حكام مصريين في قائمة النسخة 6 اللي ان شاء الله هتنتهي يوم 26 اكتوبر الجاري. تسديدة للمنتخب الغاني لمنتخب تنزانيا، لكن حارس منتخب غانا بيبعدها. السنغال كانت بطلة النسخة السابقة من هذه البطولة، وهي أنجح بلد، يعني تقريبا الأكثر تتويجا، أنجح بلد تقريبا والأكثر تتويجا، ده معلومة حقيقية. 4 ألقاب والبطل والوصيف في هذه النسخة هيتأهل إلى كأس العالم للكرة الشاطئية واللي هتقام في إفريقيا لأول مرة في سيشل. كأس العالم، منتخب مصر تأهل عن المجموعة النهاردة إن شاء الله، وفي خلال باقي المباريات للجولة الثالثة هنعرف المنتخب المصري مركزه إيه. يا عيني عليك، حارس برضو بيسجل، حارس مرمى منتخب غانا بيسجل بتسديدة بعيدة. الهدف الثاني للحارس روبرت كواكو. نيادي تزو، تسديدة جميلة، تسديدة جميلة. عنده المهارة اللي مهمة جدا في كرة القدم الشاطئية وهي مهارة التسديد عند الحارس. ياخد الكرة، شوف منتخب تنزانيا بيلعب على الأرض، بيلعب على الأرض، بيلعب كرة على الأرض، جوارديولا ستايل. صعب جدا في كرة القدم الشاطئية، عشان كده النتيجة بعيدة قوي النهاردة، بعيدة قوي قوي لمنتخب غانا، والمنافسة الندية في المباراة غير موجودة لأنه بيلعب على الأرض. السنغال فريق قوي جدا ومركز الثالث في المجموعه الثانيه، والمجموعه الثانيه الخيوط متشابكه للسنغال، فرصه انه يتاهل. ونتمنى ان شاء الله يبتعد عن طريق المنتخب المصري، ولو ان برضه المنتخب الموريتاني الشقيق برضه عنده منتخب قوي في كره القدم الشاطئيه، لكن ان شاء الله منتخب مصر قادر على العبور. تشكيلة الكوتش الكابتن مصطفى لطفي،
والكابتن احمد ابو سريع مدرب العام، والكابتن محمد فوزي مدرب حراس، والدكتور محمد اكمل رئيس الجهاز الطبي وديكور المنتخب تنزانيا انما بره خالص، وباقي الاطار في منتخبنا ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق مع كل اللاعبين، ونتمنى التوفيق ايضا للاثنين حكام اللي بيمثلوا مصر في هذه البطوله، 20 حكم منهم 2 من الحكام المصريين، جول لمنتخب تنزانيا في الزحمه على الارض، في الزحمه برضو في كره ارضيه وتسديده وهدف لمنتخب تنزانيا، يعقوب ناصر رقم 7 يعقوب ناصر في الزحمه، جول ما شافهاش روبرت. هنا اشوف الدفاع على خط واحد مع حارس المرمى، دي في الشاطئيه في الرجال في الكوره السيدات في اي كره قدم المدافعين والحارس على خط واحد خلاص حجبت الرؤيه عن الحارس، والكره بتكون خطيره جدا. رحمة الله عليه الكابتن حمادة امام كان يقول لك حط المدافعين والجول على خط واحد، ده طبعا في ذكرياته او ذكرياتنا للتعليق مع الكابتن حمادة امام احد قامات التعليق، التعليق المصري وقامات التعليق المصري ومنهم الكابتن حمادة امام، والجمل اللي بتعلم جمل في التعليق تعليمية، جمل تديك فكرة في كرة القدم من هؤلاء الكبار. منتخب تنزانيا عشرة ثلاثة، نتيجة بعيدة جدا، خناقة في التحضير، ده عادي عزيزي المشاهد، لكن برضو على الأرض شوف هنا مستحيل لعبة على الأرض، مستحيلة في التحضير، يعني مستحيلة بداية هجمة بكرة على الأرض، شوف هنا الكرة وهي ماشية عزيزي المشاهد، يعني المنتخب الغاني متفوق لهذا السبب. تمريرات أرضية تكون محدودة جدا والمسافة قريبة، المسافة لازم تكون صغيرة لأن الكرة هتقف مهما كانت قوتها، هتفقد جزء كبير من قوتها. خلاص في فاول للمنتخب الغاني او المنتخب تنزانيا عفوا، منتخب تنزانيا الفاول بدون حائط بشري، وبالتالي لاعب يرفع الكرة عن الارض بعد سنتيمترات ويسدد مباشرة، حارس منتخب غانا روبرت كواكو، وخطأ لمنتخب تنزانيا، سالم يلعبها ببطن القدم لكن الحارس يبعدها إلى خارج الملعب، سالم راشيدي مدافع منتخب تنزانيا، بعيدة مرة أخرى الكرة وتعود لمنتخب غانا بتمس، كأس العالم النسخة القادمة في سيشل بطل هذه البطولة والوصيف بيتأهل مباشرة، منتخب المصري إن شاء الله النهاردة يحسم صدارة المجموعة مع المنتخب المغربي، كده كده الاثنين خلاص تأهلوا، منتخب غانا بهذا الانتصار هيرتفع رصيده لثلاث نقاط، ولكن منتخب مصر ومنتخب المغرب خلاص النهاردة في آخر مباراة والاثنين عندهم 6 نقاط، تفوق على تنزانيا تفوق على غانا كلا المنتخبين. روبرت والتسديدة اللي سجل منها هدفين لروبرت و4 لألكسندر و3 لياكوب، خناق في وسط الملعب، فاول كابتن هاني صفر. المجموعة الثانية طبعا خناق على الكرة يعني سلمي، موزمبيق موريتانيا سنغال ملاوي، 4 نقاط موزمبيق، موريتانيا 3 نقاط، سنغال 3 نقاط، أقواهم السنغال
حسابيا وتاريخيا في بطولة كرة القدم الشاطئية، لكن 3 نقاط. والجولة الأخيرة النهاردة، وهيكون لقاء بيجمع ما بين ملاوي موريتانيا وموزمبيق والسنغال. ملاوي موريتانيا وموزمبيق والسنغال في ختام المباريات. منتخب غانا عنده خطأ، خلينا نشوف هينفذ ازاي. بريسيوس كواك رقم 3، وتسديدة يتغير اتجاهها من الأرض وتطلع إلى خارج الملعب. لعبة جديدة وخطأ لمنتخب تنزانيا، على منتخب تنزانيا. منتخب التنزاني مشاركة برضو بدون التأهل، لكن المجموعة قوية جدا، فيها مصر، فيها المغرب، فيها منتخب غانا. منتخب غانا واضح انه اقوى بكتير من منتخب تنزانيا اللي فقد اغلب تركيزه. تشوف الكرة اتغيرت اتجاهها ازاي عزيزي المشاهد، وبالتالي اللعب على الارض امر صعب جدا في كرة القدم الشاطئية. قعدت وكررت هذا الامر كتير، لكن هذا هو الامر الحاصل في ارضية الملعب. منتخب تنزانيا و شكله في التحضير، وادي كورة انفراد لكن بعيدة عن المرمى من ألكسندر. مدرب المنتخب الغاني، خلص المباراة بتقترب من منتخب غانا. دانيال كوتي مدرب المنتخب الغاني، حلوة حلوة حلوة، لكن في القائم، في القائم. جميلة من الحارس الغاني في اللعبة اللي فاتت، عنده هدفين في مباراة اليوم روبرت كواكو، وكاد أن يسجل الثالث. دابل كيك من جاروف جوما اصطدمت بوجه لاعب في المنتخب الغاني. منتخب الغاني اللي بيسجل ثالث مشاركة لي في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية، وفي الثلاث مشاركات فشل في تجاوز دور المجموعات، لكنه يعني نسبيا أداؤه جيد في هذه البطولة، لأنه هيكون في المركز الثالث بعد منتخبين نجحوا ان هم يحققوا الفوز على المنتخب الغاني، منتخب مصر ومنتخب المغرب. هيغادر البطولة لكن بانتصار مهم على منتخب تنزانيا، انتصار مهم على الجانب النفسي والنواحي المستقبلية بشكل عام لمنتخب غانا. اكيد انتصار ممكن يبني عليه فيما هو قادم، خصوصا انه في بطولة رسمية ووسط منتخبات قوية، احتك بالمنتخب المصري واحتك بالمنتخب المغربي، وايضا حقق فوز في 3 مباريات امام منتخب غانا. لكن امام منتخب مصر وامام منتخب المغرب التفوق والخبرة كانت ليه المنتخبات العربية. في مواجهة غانا كانت مباراة مصر 6-3 والمغرب 5-2 على غانا. في مباراة تنزانيا مصر فوز عريض 9-3 وأيضا فوز لمنتخب مصر كان على غانا 6-3. هناك خطأ لمنتخب تنزانيا مباشرة باتجاه المرمى، هتكون الكرة. اسماعيل جامبو لهوى بيحرك الكرة. اسماعيل دجاروف جوما والحارس يبعدها
فرص كتير للتسجيل، وادي كرة رأسية أخرى لكن إلى خارج الملعب. عالية لمنتخب غانا، بيلعب برتم أهدى المنتخب الغاني في مباراة في الفترة الثالثة تحديدا، لأنه النتيجة ابتعدت عن مجال المنافسة في أرض الملعب، وبالتالي المجهود خلاص بدأت تتضح الأمور. روبرت كواكو تسديدة جديدة، عايز يجيب الهاتريك، والهاتريك أمر عادي في كرة القدم الشاطئية. لعبات للمنتخب الغاني وفرصة هدف جديد، لكن على الأرض صعبة تفوت، وإلى خارج الملعب من جديد. تصل إلى حارس مرمى منتخب غانا، منتخب تنزانيا في آخر لعبات المباراة الشوط الثالث والفترة الأخيرة من هذه المباراة اللي متفوق فيها المنتخب الغاني. دبل كيك من جاروف، لكن الكرة بتعود لمنتخب غانا. ألكسندر عايز يعدي، ولعبة لمنتخب تنزانيا لكن بعيدة. آخر دقيقة في المباراة، محاولة لمنتخب تنزانيا لكن إلى خارج الملعب، خرجت إلى خارج الملعب من جديد. خلص منتخب غانا 3 نقاط في المجموعة الأولى، ويودع منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية هو منتخب تنزانيا بطبيعة الحال اللي في المركز الأخير، وعصبية زيادة من منتخب تنزانيا على الفاول اللي فات واللعبة اللي أمام حضراتكم. لعبة بعد الكورة، طبعا الأداء والعصبية واضحة، الراجل ده بيشاور يمين والراجل ده بيشاور شمال، الاثنين في الجهاز الفني لمنتخب غانا. الفاول للمنتخب الغاني، خلاص آخر لحظات المباراة، آخر لحظات الوقت الفعلي للعب في كرة القدم الشاطئية بدون وقت بدل ضايع، ساعة بتتوقف، وبالتالي يحافظ السادة الحكام على التوقيت الفعلي للمباراة. منتخب غانا عايز يجيب الجول ال 11، ألكسندر قريبة، و راجل بيشوط كويس جدا. خلينا نشوف حاجي الحارس البديل لمنتخب خبر أبيض في العارضة، في العارضة وإلى خارج الملعب. خلاص 30 ثانية والفريقين إلى خارج البطولة بعد الخسارة من مصر والمغرب. هي مباراة تحصيل حاصل في المقام الأول وتحديد المركز الثالث لحسابات المجموعة، لكن بيتأهل أول وثاني منتخب المصري مع المنتخب المغربي. هي مباراة اليوم إن شاء الله، نتمنى التوفيق لمنتخبنا المصري. مشاهدينا الكرام، مشاهدي أون تايم سبورتس، فوز سهل للمنتخب الغاني على منتخب تنزانيا، ونتمنى التوفيق للمنتخب المصري في مباراته أمام المنتخب المغربي الشقيق اليوم. تابعونا ومستمرين في تغطية هذه البطولة. كنت معكم محمد البوشي، أشكركم شكرا جزيلا، وأراكم في مواعيد رياضية قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
30 p.m. between Malawi and Mauritania. Keep it locked.